السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع بعض يعتبر آخر حصة في المنهج، والنهاردة إن شاء الله هنخلص المنهج ويبقى معانا حصة كمان اللي هي مراجعة على الوحدة الثالثة، ده غير المراجعات اللي هنعملها إن شاء الله. فهناخد النهاردة آخر حاجة في المنهج مع بعض اللي هي خدنا المرة اللي فاتت التكيف وخدنا منه أنواع. النهاردة هنكمل التكيف وهناخد التكيف في النباتات المفترسة. قال لي بعض النباتات بتلجأ إلى افتراس الحشرات اللي تاكل الحشرات، ليه؟ قال لي علشان تحصل على مواد بروتينيه بتحتاجها لعدم قدره جذورها على امتصاص المواد النيتروجينيه. يعني ايه يا اولاد؟ يعني ان انا عندي نباتات مش حيوانات، ده نباتات بتاكل الحشرات. قال لي ليه بتاكل الحشرات؟ قال لي المفروض الجذر بتاعها هيبقى فيه حاجه اسمها مواد نيتروجينيه. الجذر بتاعها المواد النيتروجينيه دي موجوده في التربه، النبات ده ما بيقدرش يشد المواد النيتروجينيه من الترب، يعني الجذر بتاعه ما بيبقاش مواد نيتروجينيه. طب يعمل ايه؟ قال لي في حشرات فيها مواد نيتروجينيه بيروح واكلها، بيروح مفترسها. ليه؟ عشان يروح مدي للجذر بتاعه المواد النيتروجينيه، يبقى عشان بيحصل على المواد البروتينيه اللي بتحتاجها لعدم قدره جذورها على امتصاص المواد النيتروجينيه من الايه؟ من التربه. ودي بتسمى بنباتات مفترسه او النباتات اكلت الحشرات. ايه بقى النباتات اكلت الحشرات؟ نباتات خضراء، نبات اخضر ذاتيه التغذيه، يعني بتصنع غذائها بنفسها، لا تستطيع جذورها امتصاص المواد النيتروجينيه اللازمه لبناء البروتين. الجذور بتاعتها ما بتقدرش تمتص المواد النيتروجينيه من التربه. ليه؟ عشان تبني البروتين، لان المواد النيتروجينيه ديت هي اللي بتبني البروتين. علل النباتات المفترسه ذاتيه التغذيه ليه؟ عشان اللي بتصنع غذائها بنفسها زي المواد اللي هي مواد كربوهيدراتيه اللي هي بتقوم بعمليه اللي احنا خدناها في رابعه ابتدائي اللي هي عمليه البناء الضوئي. قال لي بعض الامثله زي نبات اسمه الدايونيا او اسمه الدايونيا، نبات اسمه الدروسيرا، نبات اسمه حامول الماء. الدايونيا والدراسوي الدروسيرا وحامول الماء. قال لي التحور بيحدث تحورات اجزاء من اوراق النباتات المفترس. سبب التحول ليه؟ عشان تقتنص الحشرات وتهدمها لامتصاص المواد النيتروجينيه اللي بتحتاجها. وده نوع التكيف بتاعه، تكيف ايه؟ تكيف تركيبي. النباتات اسمها ايه؟ الدايونيا، الدروسيرا، حامول الماء. الدايونيا، الدروسيرا، حامول الماء. قال لي التكيف وبيئه المعيشه. قال لي التكيف وبيئه المعيشه، يعني البيئه اللي هي بتعيش فيها. قال لي عندي حاجه اسمها البيات الشتوي. يعني ايه البيات الشتوي؟ يعني في بعض الحيوانات تلاقي الشتاء داخل تروح دافنه نفسها في التربه لحد ما الشتاء يخلص، او تدفي نفسها تحت الكهف تحت اي حاجه لحد ما الشتاء ايه؟ لحد ما الشتاء يخلص. قال لي يعني ايه؟ قال لي هو لجوء بعض الحيوانات الى السكون والتوقف عن معظم الانشطه الحيويه. ليه؟ عشان الانخفاض الشديد في درجه الحراره في فصل الشتاء. يعني ايه التوقف او السكون والتوقف؟ يعني يعتبر كل الاجهزه بتاعتها بتقف بس ما بتموتش، يعتبر كل الاجهزه بتاعتها بتقف. قال لي زي ايه؟ قال لي زي بعض السواحف وبعض الحشرات والضفادع من البرمائيات. يعني ايه البرمائيات؟ يعني الحاجات، في كائنات بتعيش في الميه وبتعيش في على الارض، دي اسمها الايه؟ البرمائيات اللي هي منها الضفادع. مظهر التكيف، قال لي الحشرات والزواحف بتختبئ في بحور، يعني كده بتحفر جحر وبتختبئ بيه اثناء فصل الشتاء، اما الضفادع بتدفن بعضها في الطين. بتدفن نفسها في الطين وما بتاكلش، بتتوقف عن التغذيه فيقل نشاطها في فصل الشتاء. سبب التكيف عشان الانخفاض الشديد في درجه الحراره. نوع التكيف، بص اهو في الشتاء بس بيحصل لها كده، يبقى تكيف ايه؟ في وقت اوقات السنه، يبقى تكيف سلوكي، اسمه تكيف سلوكي. اما بيجي بقى بعد الشتاء بيجي الربيع، لما بيجي الربيع بقى وبتتحسن بقى الظروف البيئيه والشتاء بيخلص بترجع تاني زي ما كانت وبتعود النشاط الطبيعي من ايه؟ من جديد. الخمول الصيفي هو نفس البيات الشتوي، بس هنا كان بسبب ان هنا درجه الحراره منخفضه، هنا الارتفاع الشديد في درجه الحراره، نفس اللي بيعمله هو اللي بيعمله. قال لي ايه بقى اهو؟ لجوء بعض الحيوانات الى السكون والتوقف عن معظم الانشطه الحيويه لدفاتي الارتفاع الشديد في درجه الحراره ونقص المياه في فصل الصيف.
بعد الحيوان زي اسمه الخمول الصيفي، بعد الحيوان بتقوم اسمه الخمول الصيفي، الخمول الايه؟ التاني اسمه بيتشيرت وده اسمه خمول صيفي. زي ايه؟ بعض الحشرات القوقع الصحراوي اليربوع، واحد حيوان اسمه الايه؟ اليربوع. قال مظهر التكيف، بتلجأ إلى السكون والاختباء في حجور رطبة أثناء فصل الإيه؟ الصيف. ليه؟ عشان للتغلب على الارتفاع في درجة الحرارة ونقص كمية المياه والأمطار في خاصة في فصل في المناطق في فصل الشتاء في فصل الصيف في المناطق الصحراوية. نوع التكيف في بعض أوقات السنة يبقى تكيف طبعا إيه على طول؟ سلوكي. هجرة الطيور، بتلاقي طيور تيجي وقت معين من السنة، تلاقي الطيور كلها يعني حبة كتير كده من الطيور بتطير على حتة معينة، دي اسمها هجرة الطيور، انتقال الطيور من المناطق الباردة إلى المناطق الأكثر دفئا وإضاءة. ليه؟ عشان تعرف تعمل عملية التقاسم، لإتمام عملية بهدف إتمام عملية التقاسم. قال له بتلاقي الطيور هجرة الطيور غريزة طبيعية ربنا عاملها فيها، بتهاجر كل عام في نفس التوقيت وفي نفس الأماكن، وما بعمرها ما بتغلط في ميعاد الهجرة ولا في مكان الوصول، حتى لو كانت أول مرة تهاجر عمرها ما تغلط في مكان الهجرة ولا في ميعاد الهجرة. قال لي ده إيه؟ واحد اسمه طائر السمان، بيهاجر من المناطق القطبية الباردة خلال فصل الشتاء. ليه؟ عشان يبحث على أماكن أكثر دفئا وإضاءة عشان يتم عملية التقاسم. ونوع التكيف تكيف سلوكي. المماتنة، يعني ايه المماتنة؟ ده حاجة اسمها التكيف بغرض التخفي. يعني ايه؟ يعني تيجي مثلا خدنا في عقلة الاصبع في الاعدادي في الابتدائي في خمسة ابتدائي، لما الحوت كان بيجري ورا الاخطبوط والاخطبوط فرز مادة زرقاء علشان يختفي، ده اسمه المماتنة، ان هو الاخطبوط فرز مادة زرقاء علشان يختفي من الحوت خمسة ابتدائي عقلة الاصبع، هو ده اسمه المماتنة. قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية السائدة بغرض التخفي من الأعداء، عشان الحوت كان هياكل الأخطبوط بس عمل إيه؟ راح فارز مادة سارقة علشان يختفي من الحوت وما يتاكلش، عشان يتخفى من الإيه؟ من الأعداء، أو لاقتناص الفرائس في الأنواع المفترسة، أو علشان ياخد إيه؟ ياكل فريسة معينة. زي إيه؟ زي الحشرة الورقية وحشرة العود والحرباء اللي اسمها الحرباية والحرباء. الحشرة الورقية ديت أو حشرة لونها وشكل جناحها يشبهان أوراق النباتات التي تقف عليها، يعني هي بتقف على نبات أخضر لونه أخضر تروح عاملة نفسها لونها أخضر، واقفة على نبات لونه مثلا أصفر شوية تروح عاملة نفسها لونها أصفر شوية، على حسب لون النبات اللي موجود وعلى حسب شكل الجناح شكل الورقة، عشان محدش يفتكر اللي هي حشرة، كله يفتكر اللي هي إيه؟ نبات. طب وحشرة العود؟ اللي بتشبه أغصان النباتات الجافة اللي تقف عليها، يعني يقف على غصن نباتي بتشبهه بالظبط، بتبقى عاملة زيه، عشان محدش برضه يفتكر إن هي إيه؟ اللي هي حشرة. طب ليه؟ قال علشان الأعداء بتاعتها الحاجات اللي هي بتاكلها ما تعرفش إن هي حشرة، الحاجات اللي هي بتاكلها ما تعرفش إن هي الحشرة اللي هي بتاكلها، حتى يصعب اكتشاف وسيلة الأعداء فلا تصبح هدف ظاهر ليه. طب نوع التكيف في ده؟ قال لي تركيبي. ليه؟ عشان تغير في تركيب الكائن الحي الايه؟ الخارجية. طب والحرباء؟ قال لي بتتلون بألوان البيئة السائدة، يعني على حسب البيئة اللي عايشة فيها، والله عايشة في بيئة صحراوية يبقى لونها أصفر، عايشة في بيئة زراعية يبقى لونها أزرق أخضر على حسب البيئة الزراعية. أو ليه بقى؟ التخفي عن فرائسها من الحشرات واللي بتقتنصها وتتغذى عليها. نوع التكيف طبعا تكيف وظيفي. ما الذي تتوقعه في الحالات الآتية؟ وقفت حشرة العود أو الحشرة الواقية على حائط أبيض، لو وقفت على حشرة العود أو الحشرة الواقية على حائط أبيض هتصبح هدف ظاهر للأعداء، كلهم هيشوفوها. ليه؟ هي مش هتعرف تتلون باللون الأبيض. طب الحرباية انتقلت من أرض رملية إلى أرض زراعية هتغير لونها من اللون الأصفر للون الأخضر. لحد هنا كده يعتبر المنهج بتاعنا خلص، وكده شرحنا معاكم المنهج كامل زي ما قلنا في أول حصة، اللي احنا نشرح المنهج من أوله لآخره، وبرضه احنا بنشرح لتانية إعدادي وتالتة إعدادي أولى ثانوي وتانية ثانوي، بنشرح المنهج من أوله لآخره، وأشوفكم إن شاء الله في المرة الجاية وإحنا بنراجع مع بعض على الوحدة التالتة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.